هاخدكم جوله ان شاء الله وهنخش الريف الالماني، نتمشى في اجواء الريف الالماني وهنشوف برضو الناس اللي هم الفلاحين الالمان بيقضوا حياتهم ازاي، ويا ترى موضوع وطبيعه الحياه في الريف هنا في المانيا عامله ازاي. هاخدكم معايا جوله هوريكم ان شاء الله. المكان ده كله ما شاء الله مليان بط زي ما انتم شايفين، بط ووز، الوز في القسم ده وفي القسم اللي بعد كده ده مليان بط. في الطريق اللي ورايا ده هخش الطريق ده وهشوف ايه اللي جوه وهنصوره مع بعض ان شاء الله. اللي انا داخل عليه دلوقتي ده حقل ذره، وقدامه على طول في منظر جميل ما شاء الله، حابب اوريه لكم واوريكم المنظر عامل ازاي. ده حقل الذره اللي انا قصدي عليه، هو ده شكله زي ما احنا ما شايفين، لسه ما فيش ذره خالص منبته. وبعد كده بنلاقي المنظر الجميل اللي قدامنا اللي هناك ده، منظر الصراحه جميل، وزي ما احنا واخدين بالنا المنطقه اللي هناك دي فيها شمس، بس المنطقه اللي انا فيها ما فيهاش شمس. طبعا طول ما انا مكمل كده في الطريق اللي هناك ده هلاقي حقول وحاجات تانية مزروعة، فانا مش محتاج اخش لان مش معايا حاجة ارجع بيها. يا ساتر يا رب. المكان اللي ورايا ده عبارة عن مكان مفتوح مخصص بس للأبقار والجواميس اللي ورايا دي، بيطلعوا الصبح بدري وبيخشوا بالليل في ميعاد معين، والمزارعين اللي هم صحاب الكلام اللي ورايا ده كله وصحاب الحاجات اللي موجودة دي برضو حقل الدورة اللي احنا كنا فيه. البيوت اللي هناك دي بتبقى هي بيوت، والناس هنا في قمة التواضع، ناس عايشة في هدوء، ناس بتخدم نفسها بنفسها. شايفين ما شاء الله منظر جمال البيت اللي ورايا ده، او البيت ده ممكن يكون بيت عيلة مثلا زي ما انتم شايفين القش والابقار والكلام ده كله. طبيعة الحياة هنا بالنسبة للفلاح الالماني بتكون عاملة ازاي؟ التريلا دي جاية ومحملة العلف بتاع الجواميس والأبقار اللي موجودة في الحظيرة اللي جوه دي، جاية عبارة عن حملتين مع بعض علشان هتخش للأبقار جوه والجواميس كمان الصغيرين المواليد بتاعتهم الصغيرة والكلام ده، فجايبين الكمية علشان تكفي تكون عندهم في الحظيرة. فأنا حبيت أصور لكم الفكرة والموضوع بيبقى ماشي ازاي. بعيد عن موضوع المدينة والشغل والكلام ده واجي اعيش هنا في الريف، اشتغل مزارع. البيت ده قدامه على طول كده بحيرة صغيرة، يعني ما شاء الله هو يبص من الشباك هيلاقي البحيرة هنا على طول. تعالوا نتفرج على الفراخ اللي هناك دي والخروفين اللي نايمين هناك دول برضو في مكان مفتوح، والفراخ هناك اهي. طيب لو باين قدامكم في ورايا الكابينه اللي ظاهره قدامكم دي، الكابينه دي عباره عن المسقى بتاعهم، يعني المكان اللي هم بيشربوا منه، هنا في خزانات ميه وكمان المكان اللي بياكلوا منه، وفي نفس الوقت المكان اللي بيخشوا لما الدنيا بتمطر او بيباتوا فيه. المكان ده مفتوح من الناحيه الثانيه، من الناحيه دي ليهم هم مداخل بيقدروا يخشوا يستخبوا جوه، والخرفان دي بيخشوا يناموا في العربيه اللي ورايا دي زي ما احنا ما سامعين. يعتبر العربية دي البيت بتاعهم الكبير. طبعا طول ما احنا واقفين نبقى سامعين صوت الفراخ ما شاء الله. ومكملين هنروح دلوقتي مكان تاني نتفرج عليه. طيب يا شباب المكان اللي انا وصلت له دلوقتي اسطبل حصان زي ما انتم شايفين، حصان جاي له يا ابو الصحاب. يا عمنا ده ملبسينه ماسك علشان الدبان، الماسك اللي على وشه ده علشان الدبان ما يقفش عليه ويضايقه في الصيف والكلام ده. الحصان ده واخد عليا خلاص، حبين الحصان ده. تعالى يا ابو الصحاب، تعالى هنا يا ابو الصحاب، خش ياخد جوله ممكن نشوف حاجات تاني. في اتنين تاني هم غيرهم دول كابلز، دول
واقفين مع حالهم دول. الاوضه اللي بعد كده هنخش ما شاء الله هنشوف اتنين تاني وفيهم واحد لونه مميز، هوريكم صورته. ده جاي لي ده برضو نفس القصه والموضوع. تعالى يا زميل. ده حصان تاني، ده في مكان تاني. هما طبعا جايين بيقولوا لي انت بتعمل ايه، انت مين، احنا اول مره نشوفك، حتى بيبص لي باستغراب. في المكان اللي ورايا ده، ده غرفه من الغرف اللي موجوده هنا، اوضه من الاوض يعني اللي محطوط فيها معدات الخيل. تعالوا نخش نلقي نظره جوه نشوف الموضوع ده عامل ازاي. هنا هنلاقي الادوات اللي هما بيستخدموها، هنا برضو نفس الادوات. الناس يا جماعه اوقات بتاخد الحصانه دي وتلاقيهم بيتمشوا. بيروحوا فين بقى بالحصانه دي؟ اوقات تلاقي مثلا واحد عنده مكان زي اللي انا فيه ده، فطبعا المكان بيبقى مساحته كبيره، والراجل علشان يطلع يتفرج على المكان كله او بيبص بص عليه طبعا هيبقى مشوار عليه. اوقات بتوصل 2 كيلومتر حواليه، فبياخدوا الحصانه دي، بيستخدموا الحصانه دي برضو ليهم كوسيله نقل، لان مكان زي اللي انا فيه ده صعب ان يمشي فيه عجل او عربيات، بتلاقي بس الجرارات والكلام ده. وهم يعملوا ايه؟ يستخدموا الحصينة دي، يربوها ويستخدموها كبزنس اوقات، وكبرضو وسيلة نقل جوه الاماكن. المكان اللي انا فيه ده دلوقتي هوريكم القش، المخعبات اللي ورايا دي بتتجمع ازاي. هنشوف الالة، الجرار اللي ورايا ده دلوقتي وهو بيجمعها وبيعملها. وده شكل العربية من قريب اهو، وزي ما احنا ما شفنا المكعب ده بيتجمع وبينزل من هنا، وهو ده شكله اللي بيبقى هناك. الراجل خلص مهمته واتكل على الله، واتبقى معانا المكعب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. القش الطويل ده كله اتجمع واتضغط وطلع في الاخر بشكل المكعب اللي انتوا شايفينه ده. وهو ده المنظر، ده منظر قرية من بعيد. قبل ما تخش على القرية بيبقى هو ده شكلها. طيب واحنا لسه مكملين مشينا، قابلني الملعب اللي ورايا ده. الملعب اللي ورايا ده ملعب للاطفال او للناس اللي بتحب تلعب كوره، لان زي ما انتم عارفين الريف هنا بيبقى يعتبر الناس كلها عارفه بعض. طيب الناس دي لو عايزه تلعب كوره بيبقى في مكان اهو مجاني بنسبه 100% لاي حد بيجي وبيلعب هنا. زي ما انتم شايفين اللي ورايا ده عباره عن حمام متنقل او حمام بيتحط كده في الاماكن لاي شخص عايز يستخدمه. مش اجمد حاجه، بس هو ممكن يفي بالغرض لو في ناس بتلعب او في ناس شغاله او ايا كان. يعني المنطقه مش هو في مكان اهو، لان لو شخص قضى حاجته في مكان عام دي ممكن يبقى عليها غرامه. طيب تعالوا افرجكم دلوقتي الحمام ده من جوه بيبقى شكله عامل ازاي. هنفتح من هنا كده، بيتفتح وبيتقفل من هنا لو انت جوه. طبعا انا مش عارف اخش واصور لكم من جوه، بس هحاول اصور لكم من وانا من بره هنا. بتقفل على نفسك من هنا، بيبقى في مناديل، في هنا ميه ممكن تستخدمها، وكاتبين هنا الميه دي مش للشرب. تمام، مش عارف ده ليه الصراحه، يعني حاجه بتفي بالغرض. اللي ورايا ده حقل الذره، بس الذره لسه صغيره، لسه صغيره هي الذره، لسه ما استوتش. والناس اللي عندها ابقار وجواميس بتنتج منها البان، بتروح بتبيعها في مكان معين، ده لو هي ما عندهاش المكنه الخاصه ببيع اللبن والكلام ده قدام مزرعتها. فتعالوا خدكم معايا في الريف برضو، مكان من الاماكن اللي بيتباع فيه لبن طبيعي 100% بيبقى لسه محلوب ولسه واصل المكنه هنا. تعالوا معايا نتفرج على المكان ده شكله عامل ازاي. اسم المكان اهو ورايا، مكتوب عليه مفتوح 24 ساعه. ده علشان لو يوم الحد الدنيا كلها قافله وواحد مزنوق في مثلا شويه بيض شويه لبن شويه اجبان شويه فاكهه شويه خضار فريش، هيجي المكان ده وهيلاقيه. هنبص بص دلوقتي المكان هو ورايا وهو ده شكله. تعالوا نبص في الثلاجات اللي هناك دي. الثلاجات اللي هناك دي ما شاء الله مليانه منتجات، البان، عصاير، جبن، بيض، الكلام ده كله. تعالوا ناخد نظره دلوقتي عن قرب واوريكم اسعار الحاجات دي عامله ازاي. الايه ده اللي هو البيض، هنلاقي ان البيض هنا موجود سعره عامل 3 يورو ال10 بيضات. القسم ده كله
قسم البيض. فوق هنا هنلاقي الباستا، كل دي انواع مكرونات برضو تنفع في وقت زنقة. هنا لتر اللبن عامل 2 يورو و40 سنت، بتيجي بكل سهولة ممكن تدفع بالفيزا من هنا او بتدخل الكاش من هنا، وبتكتب هنا رقم المنتج، كل منتج عليه هنا رقم، مثلا الزبادي ده بتكتب الرقم هنا وبتدخل حقه وبتدوس المكنة بتنزله لك على طول. بتفتح هنا دي بتفتح، بتاخد المنتج اللي انت عايزه وبتتكل على الله. يبقى في موجود برضو كاميرات علشان السرقه والكلام ده هنا ايه، وفي اماكن تانية مش بيبقى موجود فيها كاميرات، بتبقى الموضوع مبني على الثقه.